نختم بالرياضة، حيث أحرز فريق نادي سمعون الرياضي من الشحر بطولة دورية الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022 بعد تغلبه على فريق نادي تضامن حضرموت بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مأرب الرياضي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. توج فريق نادي سمعون الرياضي من الشحر بكأس بطولة دوري الدرجة الثانية بعد فوزه على نظيره تضامن حضرموت بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مأرب الرياضي ضمن تصفيات أبطال تقوم مع دوري أندية الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2021-2022. وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح ومدير عام الشباب والرياضة علي عبد الله حشوان ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور أبو علي قالب ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة صالح الحواني والكابتن أحمد قائد رئيس اللجنة العليا للحكام قاموا بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق سمعون الرياضي الفائز بدوري درجة ثانية، فيما تم تكريم فريق تضامن حضرموت بالميداليات الفضية. نيابة عن الأخ عضو مجلس الرئاسة محافظ محافظة مأرب، اليوم في ملعب مأرب يتم اختتام المباراة لأبناء الجمهورية الذين توافدوا على محافظة مأرب لإقامة فعاليات رياضية، وتم في مأرب ترتيب الجانب وتهيئة الجانب الرياضي، وكما تشاهدون اليوم هناك المباراة الختامية لمحافظة حضرموت بعد أن تم التصفيات المحافظات الجمهورية الأخرى، وهذا يدل دلالة كبيرة على العمل الذي عملت الأخوة في الرياضة وأيضا السلطة المحلية في المحافظة، ويدل وهي رسالة أخرى أيضا لأبناء الوطن أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية تقام الرياضة وتستمر، وهذه أيضا رسالة أيضا للذين يقطنون تحت وطأة الميليشيات الحوثية أن أبناء الجمهورية وأبناء المحافظات يؤدون دورهم المناطبهم في هذا الظرف الاستثنائي ولا يأبهون إلا أنهم ينتظرون عودة الشرعية وعودة اليمن السعيد الذي ينشده أبناء الجمهورية اليمنية. نختتم تصفيات أبطال المحافظات في محافظة مأرب الذي استضافت أربعة أندية من تعز ومن محافظة حضرموت المكلا والسيئون، سعداء بهذا، وجاءت هذه الاستضافة بفضل توجيهات الأخ اللواء سلطان من العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظة المحافظة الذي يولي هذه الأنشطة جل اهتمامه ورعايته ويولي استضافة كل اهتمامه. نبارك للفائز اليوم نادي سمعون من الشحر حضرموت اليوم الذي أدى وأبدع، ونحن سعداء، ومأرب دائما هي سوف تستضيف إن شاء الله بإذن الله كل الفعاليات وكل الأنشطة، ونحن نرحب بالجميع بإذن الله. أول على الفوز وهذا وطلوع الدرجة الأولى بالنسبة لنادي سمعون، لأن فترة طويلة كان في درجة في مصاب الدرجة الثانية والثالثة، والحمد لله في هذه السنة حقق ما كنا نصبو عليه وتأهلنا من درجة الثالثة إلى الثانية إلى أولى في خلال موسم واحد، هذا إنجاز كبير جدا لنادي سمعون. عدل الفضائية محمد القداسي مأرب.